اتكتب لي قايمه ولا لا في فرق. نيجي بقى عند جوزي بيتمنى يبقى عنده ولد ولا لا. افتكرت في سؤال تاني، علاقتك باهل زوجك ايه؟ ما بينكم والكلام ده دعاوي، وخليت كاتب كتاب في مسجد جامعه مصر اللي هو في طريق الشيخ زايد. اتنين من زمايلي ربنا يا رب يرحمهم، شريف عبد الفتاح ربنا يا رب يرحمهم، يرحم اسلام ويرحم محمد ابن خالي ويرحم امه المسلمين اجمعين. فعايزه اقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ متابعيني المحترمين في كل مكان، حابه اشكركم جدا على كل كلامكم، تعليقاتكم الجميله اللي انتم بتكتبوها، ربنا يا رب يديمكم في حياتي بجد. مش عارفه بجد والله العظيم اقول لكم ايه على كل الحب اللي انتم بتكتبوه في الكومنتات، ربنا يا رب يديمكم في حياتي وربنا يا رب يعني يخليكم ليا كده. النهارده بقى جايبكم فيديو مش روتين ولا اي حاجه ولا طبخ ولا اي حاجه خالص. الاسئله اللي انتوا كتير بيسالوني في الكومنتات يا ساره، اسئله كتير قوي قوي هرد عليها دلوقتي. بس مبدئيا كده لو انت اول مره تشوفيني حطي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه ونوريني كده، وكمان ادخلي خدي جوله في القناه ان شاء الله هتعجبك وتبقي اخت من اخواتي. النهارده بقى هنبدا باول سؤال، وهو يا ساره انت عندك قد ايه ومخلصه ايه؟ هرد عليكم دلوقتي ان شاء الله. اول حاجه كده انا معايا بكالوريوس تجاره، خريجه 2015، في نفس السنه اللي انا ولدت فيها اول بنوته ليا. وايه تاني؟ عندي كام سنه؟ ناس كتير قالوا في الكومنتات الحمد لله ان سني مش نفس شكلي. يعني انا بقى عندي 29 سنه، اللهم لك الحمد، يعني في حياتي كلها عملت حاجات كتير جدا، فخوره بنفسي جدا جدا. كنت شغاله في شركه جهينه قعدت فيها 10 سنين، وبعد كده ربنا كرمني ولما خلفت ساره بنتي قلت لا انا هسيب الشغل، وبالفعل سبت الشغل وبدات ان انا ايه ابص بقى لبناتي وكده، وجي ربنا رزقني كده فريحه. فقعدت بقى قلت هما اولى بالسنين الاولانيه دول، يعني السنين دول اكيد مش هتتعوض تاني. اول خمس، عايزه اقول لكم ان اول 5 سنين في حياه اي ام لازم ولادها بيكونوا محتاجينها جدا جدا، واكيد طول حياتها، بس يعني مبدئيا اول 5 سنين صعبه جدا جدا. بيبقى البيبي لسه بقى صغير وعايزه تاكل وترضع، لا بيبقى الموضوع صعب قوي. وما شاء الله اللهم بارك، انا الفرق بين ساره واسيل وفريحه الفرق ما بينهم 2 سنين، اللهم بارك، ربنا يا رب يرزق كل الناس باللي نفسها فيه باذن الله. طيب في قبل كده سؤال جالي، يا ساره انت جوزك زعلان ان عنده بنات وبيتخانق معاكي دايما او كده؟ لان انا جوزي عامل لي قلق في الموضوع ده. بصي عايزه اقول لك على حاجه، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يرزق من يشاء اناثا ويرزق من يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيما، صدق الله العظيم، ربنا اللي قال كده. فربنا اكيد يعني وهب لي اجمل حاجه في الدنيا، وهم الثلاث بنوتات دول اللهم لك الحمد يا رب، يعني انا بحمد ربنا في كل وقت عليهم. انا وانا يعني بجهز نفسي كنت جايبه البطانيه، كنت جايباها بنوته، يعني جايباها لون بينك، غرفه الاطفال كنت عاملاها ابيض في بينك برضو. كنت بدعي في كل صلاه اقول يا رب اديني بنات، يا رب ارزقني ببنوته، واللهم لك الحمد في كل مره ربنا رزقني ببنوته، يعني مفيش اجمل من كده. يعني لو انا اعترضت اكيد يعني ربنا هيشيل من ايدي النعمه دي، فربنا يا رب يبارك فيهم. واهم حاجه ان انا احسن تربيتهم عشان ربنا يرزقني بالجنه، مش شرط ان انا اقعد اخلف عيال 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 وانا اصلا ما عنديش تربيه ولا عارفه اربي عيالي، فدي مصيبه، دي كارثه لوحدها في المجتمع بتاعنا. ايه تاني؟ انا عندي كام بنت؟ عندي 3 اللهم بارك. فبالنسبه لزوجي لا بصراحه يعني الحمد لله، يعني في رضا يا جماعه. الناس التانيه الجاهله هي اللي بتقول كده، يعني ما شاء الله انا عندي سلايفي، عندي 2 هنا و2 في البلد، فالاثنين اللي هنا برضو عندهم بنوتات، فربنا يا رب يخليهم ويبارك فيهم يا رب. اكيد البنت لما ربنا بيرزق حد بنت اكيد افضل مليون الف مره، يمكن يجي لي ولد عاق، يمكن يجي لي ولد يتعبني في حياتي، لا الحمد لله اللهم لك الحمد انا مبسوطه، وجوزي كمان الحمد لله عمره في حياته ما قال لي
لان طبعا احنا متعلمين وكمان فاهمين في الدين، دي اهم حاجة. فالتخلف بتاع الناس اللي حامل في ولد وتخبي الولد، واللي حامل في بنت وتخبي البنت عن اللي عندها اولاد، ده تخلف عقلي جدا يعني باحت. فربنا يا رب يبارك فيهم اهم حاجة، واحسن كده تربيتهم. طيب بالنسبة لإيه، جالي سؤال: يا سارة انت اتعمل لك فرح؟ يا جماعة انا كنت مخطوبة طبعا من شركتي، واتعمل لي فرح، اتعمل لي اول خطوبة كبيرة جدا في المنطقة عندي. عايزة بقى اقول لكم ان بابا عمل لي فرح كبير جدا في الشارع، وكان جايب طباخ، وكل الناس ما شاء الله كانوا بيحكوا يتحاكوا بالفرح بتاعي في الخطوبة. وجيت بقى كنت حاجزة فيلا اعمل فيها الفرح، فالفرح بتاعي كان شهر 6. فجه شهر 4 حصل حادثة في الشركة عندي، وتوفى 2 من زمايلي، ربنا يا رب يرحمهم، شريف عبد الفتاح، ربنا يا رب يرحمهم، يرحم اسلام، ويرحم محمد ابن خالي، ويرحم امهات المسلمين اجمعين. فعايزه اقول لكم انا طبعا كنت عامله كمان الدعاوي على الفيلا اللي انا كنت حاجباها، كانت في مريوطيه، وكنت كمان دافعين عربون وكل حاجه تمام. فلما الحادثه دي حصلت توقيعا واحتراما وكل حاجه، اكيد طبعا لغيت الفرح، وخليت في نفس اليوم غيرت الدعاوي، وخليت كاتب كتاب في مسجد جامعه مصر اللي هو في طريق الشيخ زايد. ف اكيد يعني الواحد اكيد عنده ذوق وعنده دم، ما يكونش فيه في يعني ناس من زمايلي توفاها الله وانا اروح اتبسط وكده، لا طبعا. انا عملت كاتب كتاب والحمد لله اتبسطت برضو وفرحت، فربنا يا رب يديمها نعمه. اهم حاجه ان انت وانت بتتجوزي لازم كل حاجه تكون مترتبه، ولازم تختاري يعني حد كويس وحد عارف ربنا وحد بيسوقك بيحترمك، حد هيشيل مسؤولية، حد راجل كده. فربنا يا رب يخلي زوجي ويخلي اولادي يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكم الجواز مش سهل ابدا، الجواز دي يعني مشروع طويل وطريق طويل، فلازم لازم تعمل يعني تعملي الموضوع ده او المشروع ده لازم تعمليه مع حد فعلا يقدر ده. فربنا يا رب يديم كده السعادة والراحة والرزق الحلال في بيتي ولجوزي، اللهم لك الحمد، ويبعد عني الناس اللي كلها شر والناس المريضه. عايزه اقول لكم ان انا غيرت الخلفيه، يعني قلت اجيب معايا القناه المفضله عندي، طبعا قناه السعوديه، عشان تشوفوها كده وانا بتكلم معاكم. اللهم يعني ارزقنا زياره بيت الله الحرام، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، ارزقنا جميعا. افتكرت في سؤال تاني: علاقتك باهل زوجك ايه؟ في خناقات ما بينكم والكلام ده؟ لا يا جماعه، مش شرط ان انتوا يكون مثلا عندكم ظرف يبقى عندي انا كمان، لا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. انا حماتي كويسه جدا جدا، ربنا يا رب يحفظها. دايما دايما في كل مكالمه بتدعي لي، دايما على طول كده بتدعي لي، يعني انا اصلا بتكلم عشان اسمع الدعاء اللي هي بتدعوه لي. فحماتي اصلا في الصعيد مش قاعده هنا، عمرها ما اتدخلت في حاجه لبيتي ولا لاولادي ولا اي حاجه، اهم حاجه ان هي تشوفنا مرتاحين ومبسوطين، دي عندها بالدنيا. خلافات بيني وبين سلايفي، الله يعني الله اكبر الله اكبر، ما فيش اي حاجه بيني وبين سلايفي. عندي 2 هنا، ما فيش اي مشاكل ما بيننا، كل احترام وادب. ولو في حاجه مضايقاني من حد او حد متضايق مني، بيبقى في عادي صراحه، في انت عملتي كذا كذا كذا، يا ساره انت قلتي كذا كذا كذا، انت عملتي كذا كذا كذا، وخلاص الموضوع بينتهي في نفس اللحظه. لكن شغل الحربوقه دي، شغل الحاجات دي بتاعت السلايف والدراير والحاجات دي، لا مش عندنا خالص خالص. الحاجات دي للناس التانية اللي مش متربيه ولا تعرف بربع جنيه تربيه برضو. ايه تاني؟ جوزي ليه مش بيطلع على السوشيال ميديا؟ بصوا، هو مش حابب اصلا ان هو يطلع او يظهر على السوشيال ميديا. طبعا انا بحترم ده جدا، وبعدين في الاول وفي الاخر دي قناه، يعني قناه ستات، مش قناه يعني ادخل فيها زوجي وكده. فانا بحترم جدا جدا رايه، وعمري في يوم من الايام ما
ما يعني ه... ه... يعني هقف قدامه او هقول له لا او كده، فعمري في يوم من الايام ما هقول له لا اطلع معايا او اغصبه على حاجه، لا طبعا لازم احترم رايه. فمهم قوي ان انا احترم راي زوجي ده. نيجي بقى عند جوزي، بيتمنى يبقى عنده ولد ولا لا؟ يا جماعه لا خالص. احنا خلاص الحمد لله استكفينا على كده، بنقول الحمد لله ربنا يا رب يحسن تربيتهم ويقوينا عليهم، لان الدنيا يعني فعلا صعبه جدا، فربنا يقوينا ويعيننا عليهم. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا لو عايزه اخلف اكيد كنت خلفت. فريحه ما شاء الله عندها 4 سنين، فانا لو عايزه اخلف كنت خلفت. لو انا دماغي فيها ولد يعني افضل بقى لا انا هفضل اخلف اخلف لحد ما اجيب ولد، ده تخلف عقلي. ف يعني ربنا يا رب يديمها علينا نعمه. مش احسن يعني؟ ربنا يا رب يرزق الناس كلها. انا طبعا مش قصدي حاجه، امال لو الواحد مش مخلف خالص كان الناس عملوا له ايه؟ بجد ده ناس مريضه جدا. ايه تاني؟ وقفي يا شوفه كده. عندي كام بنت؟ عندي ما شاء الله 3، اسيل 7 سنين، وساره 5 سنين، وفريحه 3 سنين، هتتم لسه الاربعه. فربنا يا رب يبارك فيهم ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. ولادي هم احلى واجمل حاجه في الدنيا وفي الكون كله. ولادي دول انا بالنسبه لي محدش هيعرف يربي زيي، محدش هيعرف يعني. انا ولادي حاجه كبيره قوي عندي، فربنا يا رب يخليهم ليا ويخليني ليهم، ده اهم حاجه. وكل اللي انا بعمله معاهم اكيد في ميزان حسناتي في يوم من الايام يعني. اتكتب لي قايمه ولا لا في فرحي؟ اكيد طبعا اتكتب لي قايمه. انا لقيت اسئله غريبه جدا وعجيبه جدا، اكيد طبعا اتكتب لي قايمه. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان القايمه بتاعتي انتوا مش هتصدقوا، القايمه بتاعتي جوه في الدولاب، القايمه بتاعتي وبتاعت زوجي. طبعا في ورقه بتبقى مع بابا، ورقه بتبقى مع زوجي. فعايزه اقول لكم ان الاثنين مع بعض جوه في غرفه النوم يعني في الدولاب. فالحاجات دي يا جماعه بجد شكليات مش اكتر. اكيد البني ادم اغلى من غرفه مثلا ب 30 40 الف جنيه، او بحاجات الشقه كلها مثلا ب 200 ولا 250 الف جنيه. لا طبعا اكيد البني ادم اغلى من كل ده. فاكيد بابا ائتمن محمود عليا. كل ده على جنب يعني، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. فبجد يعني ثقه بابا في محمود كبيره جدا. وعايزه اقول لكم ان بابا بيعتبره بالظبط يعني زي بالظبط، ساره ومحمود زي بعض. بيحبه جدا جدا، اللهم لك الحمد. قولوا بقى ما شاء الله عشان العين بقى والحاجات دي. بس فعايزه اقول لكم ان دايما كده خططوا كده حياتكم عشان كل حاجه تمشي بمرض الله وتمشي كده واحده واحده، وما تتسرعوش في حاجه، عشان التسرع ده هيخلي حقوقكم كده مفيش ولا حقوق خالص، ولا هيبقى فيه اي حاجه ولا سعاده ولا اي حاجه خالص في الدنيا. فكل حاجه لما تمشي ستيب باي ستيب احسن 100 الف مره. بحبكم في الله، ويا رب يكون الفيديو كده راضي على تعليقاتكم وفاتكم. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.